طيب بما انك ذكرت كريستيانو رونالدو هذه الصفقه وانا احضر لهذا اللقاء، قرات تصريحات سابقه ليك انه كريستيانو رونالدو كان على وشك الانضمام لريال مدريد وقت توليك مهمه رئاسه النادي، ولكن السير اليكس فيركسون مدير فني لمانشستر يونايتد وقتها هو اللي اعاق هذه الصفقه. في البدايه كان فعلا، ولكن استطعت ان اجعله يوقع في 12 ديسمبر 2008، ولكن لم احظى بان استقبله، وبالتالي لا يهم من هو رئيس ريال مدريد، ولكن من يهمنا هو ريال مدريد كفريق. وبالتالي عندما قال نعم أظن أنني قد نجحت، وبالتالي قد شارك كريستيانو رونالدو أو تعاقد مع من أفضل النوادي، أفضل نادي في تاريخ كرة القدم، وهذا هو المهم. السير أليكس فيركسون في مذكراته السابقة قال أنه هو رفض رحيل كريستيانو رونالدو وقت توليك رئاسة ريال مدريد، لأنك خرجت وقتها بتصريحات قلت أنك حسمت كل الأمور مع كريستيانو رونالدو، وهو شايف من وجهة نظره أن ده كان شيء غير لائق وقتها أنك تتحدث عن ضم لاعب وهو لسه مستمر مع نادي مانشستر يونايتد. في الحقيقة في النهاية مهم أننا وصلنا إلى اتفاق، وبالتالي فإن أريد أن أوضح أن ريال مدريد هو فريق يحترم القوانين ويحترم الآخرين، وبالتالي يحترم الفرق الدولية والفرق الأوروبية، وبالتالي لديه الوعي في التعامل مع في هذه الظروف، وبالتالي قد وما هو يهم أننا حصلنا على التعاقد، وبالتالي كان قمنا بدفع القيمة التسويقية له، وبالتالي فما هو مهم أننا استطعنا أن نضمه بعد عام 2008. انضم كريستيانو رونالدو لريال مدريد وحقق إنجازات عظيمة جدا مع ريال، استفاد منه ريال وأكيد هو كمان استفاد من ريال. هل قرار رحيله عن الريال كان قرار خطأ إداري من ريال مدريد؟ أنا أعتقد نعم، فإنه لاعب مميز، لاعب لا يعرف المستحيل، لاعب كان سجل من 50 ل60 هدف في الموسم الواحد، وبالتالي حصل على الشامبيونز أكثر من مرة، فهو لاعب قد ترك أثرا كبيرا في النادي، وهنا أقصد نادي ريال مدريد، وبالتالي أعتقد أن رحيله كان خطأ كبير، وهذا خطأ لا يمكن مسامحته مدى الحياة. قيل وقت رحيل كريستيانو رونالدو من يوفنتوس بعد ما رحل في المرة الأولى عن ريال مدريد أنه ممكن يرجع مرة أخرى لريال مدريد، هل أنت كنت مع عودة كريستيانو رونالدو مرة أخرى لريال مدريد؟ إننا كان عندنا مثال يقول ان ليس يوجد مثل اسباني يقول ان لا يمكن ان يكون لك حظ في جميع الاتجاهات، ولكن كنت اعتقد انه سوف ممكن ان يعود، وكنت امل هذا، وكان سيكون بافاده كبيره للفريق، وكان الفريق سيفيده ايضا، ولكن للاسف لم يكن هناك حظ في المساعي التي قمنا بها حتى يعود، وبالتالي احب ان اوضح ان لاعب في مثل كريستيانو هو لاعب مميز ويؤثر على اللعيبه في الفريق على المستوى الشخصي او على المستوى الجماعي.